شكرا لكم سيد الوزير على المساهمة، وننتقل إلى السؤالين الموجهين للسيد وزير السكنة، والذي تجمع بينهما وحدة الموضوع. وهو السؤال الأول هو وضعية البناء المهدد بالسقوط بالمدن، والكلمة لأحد السادة الفريق الفيدرالي لبسط السؤال. تفضل أستاذ الرماح. طيب، صح الرحيم سيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة المستشارين. طبعا كما نتابع جميعا، في كثير من المدن وخاصة المدن العتيقة أصبحت العديد من البنايات مهددة بالسقوط، مثل ما حصل في فاس، في مراكش، في مكناس في السنة الماضية، وفي الدار البيضاء بما فيها المآثر التاريخية. وقد امتدت هذه الظاهرة إلى البنايات الحديثة، مثل ما حصل في حي بورغون بمدينة الدار البيضاء، والذي كان ضحايا عدد ضحايا وصل حتى الآن من الوفيات 5. وهذه المناسبة نتقدم باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بأحر التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا. ويعود سبب هذه الكوارث إلى غياب المتابعة والمراقبة الصارمة من طرف الجهات المعنية. لكل ذلك السيد الوزير، نسألكم عن ما هي الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا على المواطنين، كما تابعنا كما أشرنا إلى ذلك بالنسبة لما حصل بمدينة الدار البيضاء. وشكرا. شكرا للسيد المستشار. وفي نفس الموضوع وتحت عنوان استمرار ظاهرة الانهيارات المتكررة للمساكن العتيقة، تقدم الفريق الأصالة والمعاصرة بسؤال أحد السادة أعضاء الفريق لبسطه. السيد البركاني تفضل. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة المستشارين والمستشارات. قبل ما ندخل في السؤال سيد الرئيس، تحبس الوقت إلى كان ممكن. ما كان حبس، ما كان سرح. نقرأ الفاتحة على الناس اللي قرينا الفاتحة في بداية الجلسة السيد المستشار. إلى كان ممكن قرينا الفاتحة في بداية الجلسة السيد المستشار. السيد الوزير المحترم، لقد اتضحت صورة الانهيار المتكرر للسكن العتيقة الحقيقة، خاصة في الدار البيضاء والمدن الأخرى. كنا خايفين احنا كسكان الدار البيضاء غير على المدينة القديمة، واليوم كيتضح في الدار البيضاء بورغون وهو راق في البناء، ولكن للأسف احنا كشفنا الحاصلة الأولى 23/1، ومازال الإخوان والأخوات داخل الإنقاذ، ما فعلت الوزارة. وشكرا. شكرا للسيد المستشار، والكلمة للسيد الوزير في إطار الرد عن السؤالين وفي حدود 6 دقائق للسؤالين. طبعا شكرا لكم السيد الرئيس، شكرا للسيدين المستشارين على هذا السؤال، وهذه مناسبة لتوضيح عدد من الأمور. قبل ذلك أريد بدوري أن أجدد التعازي ومشاعر المواساة لأسر الضحايا، وكذلك أن نعبر عن قربنا من المأساة اللي عاشوها الأسر المعنية في هذا الحي ديال بورغون. توضيح ضروري، لأنه كاين جوج للسقوط بالمعنى ديال المدن العتيقة، وهذا إشكالية خاصة مرتبطة بقدم البناء، لأنه يعود إلى 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة، وكل سنة سيزداد العدد ديال البنايات الآيلة للسقوط. ما نبقاوش نغلطوا المواطنين، ما نبقاوش نغلطوهم، لأن هذه حكومة، لا هذه الحكومة ولا الحكومة اللي قبل ولا الحكومة اللي من بعد، ما غيمكن لها دير والو ضد الشتاء لما كتجي، وضد الشمس لما كتجي من بعد الشتاء، وكيداروا الشقق وكتولي البناية هشة وكتولي قابلة لأن تسقط. فهذه أمور نسعى إلى مواجهتها ببرامج، وهناك إحصاء اللي تم وكيعطينا 30 بناية اللي معنية اليوم. وكنقول لكم كل سنة تزداد هذه الأعداد بالمئات، خاصة في المدن العتيقة. هذا إشكالية مرتبطة بالملكية ديال من؟ مرتبطة بكيب الأموال من أجل معالجة هذا الأمر. مؤخرا لاحظتوا اتفاقية توقعت أمام صاحب الجلالة بالنسبة لفاس، كانت تزيد على 600 مليون درهم، واحدة أخرى بالنسبة للدار البيضاء المدينة العتيقة 360 مليون درهم، المدينة العتيقة والشارع الملكي. هذه أمور احنا خدامين فيها، واجتهادات و59 اتفاقية اللي توقعت مع 31 نسيج عتيق،
لان الانسجه العاتقه في المغرب راه 31 نسيجه عاتقه، يعني 31 مدينه قديمه، زيد على ذلك بعض الاحياء اللي هي مبنيه بشكل فاسد بحال الجنانات ديال فاس او مناطق اخرى. هذا الايل السقوط. بالنسبه للواقعه ديال الدار البيضاء، الواقعه ديال الدار البيضاء الله يخليكم، الامر يعود لبنايات شيدت في الستينيات، وكانت عباره على طبق ارضي زائد طبق واحد، وبعد ذلك جاء تصميم التهيئه الجديد، وتصميم التهيئه الجديد سمح لهذا الحي انه يمر الى طبق زائد خمسه طوابق بمعنى اخ بلس 5. ولما تعطات الرخص، تعطات رخص ولا داعي هنا للمغالطه او للمزايده، الرخص نعلم من يسلمها، الرخص تسلم من قبل الجماعات المنتخبه، تعطات رخص بناء على تصميم التهيئه، والناس زادوا طبق وطبق ثاني وطبق ثالث ووصلوا وفين بناوا؟ بناوا على الموجود، ماشي ردموا اللي كان موجود وعاد بناوا، بمعنى ان سلامه البناء ما كانتش مضمونه، خاصه ان قبل سنه 2009 ما كانش كيتعطى تصميم ديال الخرسانه ديال الاسمنت المسلح، لو بلون بيتون ما كانش كيتعطى، كانوا فقط كيكتفيوا بشهادات الخبره، اون اتيستاسيون ديكسبيرتيز، وهذا الشيء كله سابق لا لهذه الحكومه ولا ربما حتى الحكومه السابقه، فهذا ماساه لا داعي للمزايده في شانه، ماساه حقيقه في شانها، هذه مساله حقيقه بناو. والحي كامل اللي معني احياء اخرى اللي وقعت فيها نفس التراخيص راها مهدده شي نهار انها تعرف كذلك هذا السقوط. مع الاسف اليوم هناك بحث، السلطات قايمه ببحث من اجل تحديد المسؤوليات ومن اجل كذلك القيام بخبره في موضوع العمارات المجاوره كلها باش ما تعاودش توقع هذه الفاجعه. فلذلك اعتقد انه يتعين اننا امام هذه الماساه اننا نمشيو لعمق الامور. وزاره السكنه شنو الدور ديالها؟ ما كتسلمش الرخص، واليوم ما بقيناش حتى الاختصاصات ديال التعمير ماشي ديالنا احنا. فبالتالي حتى المراقبه مباشره في عين المكان ماشي احنا اللي ولكن الحكومه مسؤوله في جميع الحالات وستتحمل المسؤوليات ديالها بشكل جماعي فيما يحدث. وعلى هذا الاساس اعتقد انه الان يتعين تشديد المراقبه، يتعين ان لا تتكرر هذه الحاله، ومن ضمن الاجراءات المقترحه الان هو انه اي تغيير في التصميم ديال التهيئه اللي كيزيد الطوابق في مكان معين نجعلوا انه اللي باغي يبني يريب بعد ذاك الشيء اللي موجود، لانه ما كاينش تاكيد انه ذاك الشيء اللي موجود تبنى على اساس انه يتحمل ثلاثه اربعه خمسه او ربما اكثر. فهذا الشيء اللي ما تمشى في بورغون، بورغون الناس بناوا على الموجود، وهذا ما بناوا على الموجود، فعلا بناوا على الموجود وما كانش خصهم يبنيوا على الموجود، والتراخيص وهناك مسؤوليات تتعين ان تحدد على هذا المستوى، ويتعين ان يسير البحث الى نهايته ويتحمل الكل مسؤوليته، والحكومه مستعده في صيغتها الحاليه، واذا كان شخصيا انا اتحمل كذلك مسؤوليه في ذلك عندما تثبت المسؤولية أين تكمن، فالجميع مستعد أنه يتحمل مسؤوليته على هذا المستوى. شكرا لك. شكرا للسيد الوزير. كلمة لأحد المعقبين، تفضل أستاذ فرياط. شكرا سيد الرئيس، لا يسعنا إلا أن نقول لذوي ضحايا هذه الفاجعة الأليمة وبشر المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أعفيتموني سيد الوزير من جزء كبير من مداخلتي، ويجب أن نستبق الأحداث فلننتظر نتائج البحث، لكن هناك مسؤوليات واضحة تتعلق بمن يعطي الرخص، وتتعلق أيضا بمسؤولية المهندسين المعماريين الذين لا يراقبون في، احنا كنعرفوا الطريقة باش كيكون هذاك الشيء، فمثلا ملي كيدار الحديد المفروض ان ذاك المهندس متعلق يراقب ما بين الطابق والطابق، هذا الشيء ما كيكونش، انهم كيعطيو شواهد ديال الخبره موقع على بياض. اذا سيد الوزير لابد من ان يستمر البحث وان تكون هناك المحاسبه الصارمه حتى لا تتكرر مثل هذه الفواجع، واطالب من الحكومه ان تكون هناك عناية
لرفع المعاناة النفسية وأيضا الاجتماعية التي يعيشها المنكوبون سواء بمدينة الدار البيضاء أو بمدينة مكناس. وأيضا أذكر بأن هناك الشق المتعلق بالبنايات العتيقة والتي نعتبرها موروثا ثقافيا ومعماريا ببلادنا، يجب العمل على الحفاظ على هذا الموروث. وشكرا سيد الرئيس. شكرا للسيد المستشار، والكلمة الثانية معقب في هذا الموضوع، تفضل أستاذ البركاني. سيد الرئيس، لا بغيت لنشير اللي كيقول المزايدات السياسية، احنا لا نرقى للمزايدات، ولكن انا كنقول للأسف هذه الوزارة هذه كي جات له كنطبقت غير الحكومة السابقة لدريس جطو اللي صارعت بنموذج أو واحد الرؤية استراتيجية لوضع برنامج وطني فيه مشاكل بنية الآلية للسقوط، دارت فيها قانونيا وجابت فيها تقريبا واحد 800 مليون درهم. لو كان تبعتوا غير هذا الشيء سيد الوزير كاع ما تحملوش نتوما المسؤولية، ما ديروش مجهود في الوزارة ديالكم، تبعوا غير الحكومة السابقة، لو كان ما طاحتش الناس وما ماتش. واش حنا جالسين في البرلمان كتقول لي غادي نشوفوا؟ قاش غادي تشوف الناس راه ميتة تما، مازال تما جبدوهمش إلا كاين الطوموبيلات. وعاود تعادت الحكومة في القانون المالية باللي غادي ديروا هذه المشاريع تكون عندها أولوية، نخليو السياسة جانبا. ولكن للأسف واحد سيدنا إلا طاحت شي دار أنا غادي نستقل، ما شفنا والو للأسف. حنا كنتأسفوا اللي شفنا، حنا أنا مسكن ديال الدار البيضاء، اللي شفنا السيارات الحمراء اللي مرقمة باللون الأحمر وفيها الشرطة وفيها الوقاية المدنية لبدع الشارع باش ما يهضرش بلي حنا خدامين وغاديين داكشي بحال يعني السلحفه، والناس كتموت لتحت كتعيط بالتليفونات. هل نحن في 2014 اليوم كالوزاره ديالكم ما تجبدوش حتى الناس في ظرف وجيز ماشي حرام؟ وكتقول لي دابا المسياسه الزياده، شكون اللي واجتمعتي مع الناس اللي عطاو الرخص؟ واش شفتي شكون اللي دار هذا المشكل؟ مازال ما هضرتي لا في الجرايد ولا في التلفازه ولا جيتي. وهادشي كيديروا غير سيدنا، شفتوا سيدنا من الصاله مشى لتما، مشى لزارزار المضرين، مشى للسبيطارات، وفين الوزاره ديالكم؟ ما شفناكمش لحد الان. للاسف حنا كنتاسفوا، حنا الاولويات نخليو السياسه جانبا، تعطيو الاولويات وهذه مهمه للديار اللي كطيح عندها قيمه كبيره، ولكن للاسف حنا مشغولين ما بين الاغلبيه والسياسه والانتخابات الجايه، وهذا يؤسف يؤسف يؤسف. في حزب الاصاله حنا كنقولوا كنتاسفوا مع هاد الناس وكنعزيوهم، ولكن ما عندناش قدره. شكون اللي عطى؟ قلتي المنتخبين ربما كينتميوا. شكرا سي المستشار. الاغلبيه ديالكم شوفوا الناس كاين. المستشار شكرا. مع الاسف سي الوزير ما تفضل وغادي نقطعهم لك بسرعه. هذه الحكومه هي حكومه ديال صاحب الجلاله، فلا داعي للمزايده على هذا المستوى. وحنا صاحب الجلاله داكشي اللي كيقوم به حنا متبن نمشيو في النهج ديالو. ثانيا لا ما تجيوش تغلطوا الناس هنا. هاد 800 مليون اللي تكلمتي عليها غير بين فاس والدار البيضاء صرفنا اكثر منها، فهاد الحكومه هذه صرفنا اكثر منها، فلذلك لا داعي للمغالطه. شكرا. على هذا المستوى. اما موضوع الاستقاله اللي كتكلم عليه، هذه هي المناسبه باش نسدو نهائيا الاستقاله اللي تكلمت عليها في برنامج اللي نكون تحملت فيه مسؤوليه انا وسقطت فيه دار. عندكم انا ذاك انا مستعد نتحمل مسؤوليتي ونستقل، ماشي اي دار طاحت في المغرب يعود البناء ديالها الى 1725 نقولوا لي نستقل. بارك الله فيك. الوقت ديالكم وعندكم